رئيسة للجنة الحكام. طيب كابتن جمال، قلت لكم ساعتها ايه قبل ما اي حاجة تحصل، اول ما القرار طلع قلت لكم لسه هتبقى في حملات جاية خلال الفترة اللي جاية على الكابتن جمال الغندور، واحد من افضل الحكام المصريين، عنده اخطاء، ما فيش بشر ما عندوش اخطاء، كلنا انا وانا بتكلم ساعات الواحد بيخطئ ساعات كتير يعني مش قليل، ولكن كلنا احنا بشر كلنا اخطاء، ولكن من المفترض ان يكون هناك خلال الفترة القادمة عدالة تحكيمية، هو ده اللي بنطلبه. بعدها بكام يوم نادي الاتحاد السكندري وعنده حق بيني وبينكم هيلاعب نادي الزمالك في يوم الاحد اللي جاي في اسماعيليه، ف قال لك انا عايز حكام اجانب بالتوافق مع نادي الزمالك، حقه طبعا هنا او هنا حقهم بيني وبينكم على اللي بيشوفوه على اللي بنشوفه، بس طلع الاتحاد والزمالك، انا كاهلي انا اعمل ايه، انا ذنبي ايه في اللي بيحصل ده كله، خرجتني من بطوله وتسببت في اشياء كثيره جدا جدا، طب انا ذنبي ايه كاهلاوي عايز اشوف فرقتي بتكسب كل البطولات. عارفين حضراتكم لو احنا خرجنا النادي الاهلي خرج بسبب سوء مستوى او مستوى فني سيء، ما كناش كويسين قوي، انا عارف الكلام ده كويس قوي، ولكن في نفس الوقت ما ينفعش ان احنا اديني حقي احسب ضربه الجزاء ممكن يخش فيه جونين ثلاثه بعد كده ماشي مفيش مشكله يبقى خرجنا، لكن ان انا اخرج بسبب عدم احتساب ضربتين على الاقل ضربتي جزاء حاجة غريبة، ولا انا حضراتكم شايفين ان انا بتكلم غلط؟ فالفترة القادمة هنقعد نتكلم في هذا الموضوع، كل اللي عايزينه كل اللي عايزينه خلال الفترة اللي جاية ان احنا التحكيم العادل. وفي البداية حصل ايه؟ كابتن جمال الغندور تم تعيينه الساعة كنا هنا على الهواء 12 12 ونص بالليل، واحدة الساعة واحدة هجوم شرس على كابتن جمال الغندور. طب وبعدين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ موقف اللجنه الخماسيه ايه وموقف الكابتن جمال الغندور ايه؟ انا ما اعرفش ما عنديش فكره، لكن كل ولا يهمني برضو ايه الموقف، لكن كل اللي انا عايزه انا عايز كنادي اهلي ان انا خلال الفتره القادمه لو خسرت لو خسرت اخسر بسبب مستوى فني وحش، مش هقدر اتكلم انا هنا في البرنامج ده بنطلع نقول فلان وحش علان وحش في النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي بنطلع نقول هذا الكلام. فيا جماعه كل اللي احنا بنطلبه من اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم كل وكابتن جمال الغندور اصبح رئيسا للجنه الحكام، كل اللي بنطلبه منهم ان احنا عايزين تحكيم عادل، مفيش حاجه اسمها بدون اخطاء، مفيش حاجه اسمها بدون اخطاء، ولكن هناك اخطاء. طب انت حاطط الحكم الخامس ليه؟ حاطين الحكم الخامس ليه؟ الكوبايه قدامه اهي قدام عينه اهي، يعني الكوبايه اهي قدامه معمول عليها شعار النادي الاهلي، هي لو الكوبايه اتحركت من قدامي ما انا هشوفها، انا وظيفتي ان انا اشوف الكوبايه وهي بتتحرك من قدامي، فهو وظيفته المنطقه دي تحديدا ان يشوف اللي الحكم، مع ان المسؤول هيظل حكم الساحه ولكن هو لازم كان ينبهه، وبعد كده يطلع يعتذر يقول لك معلش اصل احنا اسفين مش عايزين جمهور النادي الاهلي يزعل منك. انا ما اعتقدش ان جمهور النادي الاهلي مش هيزعل يا كابتن جهاد، لانها مش اول مره، اتمنى ان هي تكون اخر مره سواء كابتن جهاد او غيره او اكس من الحكام، في كابتن محمود البنا واحد من الحكام الجيدين جدا، في كباتن كتيره كابتن ابراهيم نور الدين، كباتن كتيره جدا موجوده، نشوف ممكن على فكره نقول اسم ويبقى ضد النادي الاهلي. فحاجات غريبه جدا بنشوفها، كل اللي بنطلبه من دلوقتي اهو، النهارده كام؟ النهارده 30/8 30/8 وبعد ساعه هنبقى 31/8، كل اللي بنطلبه من حضراتكم كقائمين على اتحاد كرة القدم خلال هذه الفترة التحكيم العادل، التحكيم العادل، التحكيم العادل. قبل الهنا بسنة بنتكلم اهو. وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب وهنظل ننتقد إذا كان هناك شيء يجب أن ننقده. هنظل ننتقد. كابتن سمير عثمان موجود، الكابتن جمال غندور موجود، الكابتن عصام عبد الفتاح موجود، اللي شايفينه غلط بنقوله. مهما كان الاسم اللي موجود.
قبل الهنا بسنه بنقول لكم يا جماعه من فضلكم عايزين دوري كويس. كل الانديه عملت شغلها، كل الانديه من وجهه نظرها جابت افضل لعيبه، من المفترض ان احنا هنشوف دوري جيد في ظل ان شاء الله، في ان شاء الله في ظل وجود جماهير ان شاء الله مع بدايه الموسم. انا لسه ما حدش عارف رسميا ولا لا، ولكن ان شاء الله مع بدايه الموسم هيبقى في جماهير. لو ده حصل يبقى الجمهور موجود، لاعبين الانديه ومجالس الادارات بالكامل عملت على قد ما تقدر شغلها من وجهه نظرها، يتبقى ايه؟ التحكيم العادل لكل الانديه. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه. النادي الاهلي لما طالب بان كل المباريات تتلعب في وقت واحد، مش عشان خاطر النادي الاهلي بس، عشان خاطر كل الانديه. هو النادي الاهلي ساعتها كان هيستفيد ايه لما فرقتين نازلين او واحده فيهم هتنزل يلعبوا ضد بعض؟ هيستفيد ايه النادي الاهلي؟ ولا حاجه. ولكن الكبير بيظل كبير بكل اللي بيتكلم فيه واللي بيعمله، اللي هو النادي الاهلي. فمن فضل حضراتكم من بدري بنقول لكم كاهلاويه احنا مش مبسوطين. انا خلوني اتكلم بلساني، انا مش مبسوط من اللي بيحصل. البدايه مش ليست مبشره بالنسبه للتحكيم يعني. فكل اللي بنطلبه في رئيس لجنه حكام محترم، كل اللي بنطلبه منه ان احنا خلال الفتره اللي جايه يكون هناك تحكيم عادل. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن التحكيم ونشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا.